كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غنوري لكم كيفاش نديروا الفرماج الا شريناه بحال هكايا. هذا الفرماج هذا خديته من نوع زوين ديال التاج معروف، كيلو فيه كيلو 700. خديته ب 100 يعني 3145 درهم 2900. اسمحوا لي، اللي بغيت نقول لكم دابا ما غاديش نخليه هكايا حيت كيجي لي صعيب يوميا، خاصني نحيد الطرياف ونحك نحيد الطرف ونحك. انا جاتني فكره غنقح نقطعو كله وغنحكو. البارح حيدت منو هاد الطريف، درت منو الكيزه انتما من الاحسن اللي ما شراش محكوك يعني واجد، من الاحسن شحيت منو الطريف درت منو. وفكرت مع راسي ماشي يوميا خصني جبد ونحك، يوميا جبد ونحك. اللهم غادي نحكو نقطعو طريفات وغنحكو بالحكاكه وغنديرو في الجبانيه. الحكاكه هي هذه راه معروفه، وغنديرو في الجبانيه، نديرو الاول في بلاستيك غذائي وغنديرو في الجبانيه ونديرو في هذا في المجمد. بقاو معايا، دابا انا تنقطع فيه بحال هكا. من الاحسن نحكو ونديرو في الجبانيه ولا في شي بلاستيك غذائي، ولا تقسموا داكشي اللي غديروا يوميا كيجيكم ساهل. مع رمضان كيكون الشغل ويكون هذا ما كتجي شويه صعيبه. بحال هكا نقطعوا طريفات ونحكو. دائما خذوا النوع اللي زوين، هذا التاج راه معروف قاصح كان في الثلاجه. صافي انا كملت البنات، قطعتو على هذا الشكل هذا. غادي نحيد له دابا هاد الجلده الحمراء ونبدا نحك. بقاو معايا كيجي ساهل البنات، والله كنربحوا الوقت وهذا وكيجي ساهل. حيدوا هذا وما تنساوش هاد اللي كيكون لتحت، بعض الخطرات راه ما كيبانش. بحال هكا كيجي ساهل وكتلقيه واجد. غير دير البيتزا ديالك ولا اي حاجه من الملاحات تلقيه واجد. فكره زوينه الصراحه، والله فكره زوينه. عارفه دابا بزاف ديال الشغل في رمضان، ما شاء الله الانسان يلقى حاجه واجده كتجي زوينه. انتم شفتوا مرضو بحال هكايا، ونقسموا في البلاستيكات اولا انا نديرها في البلاستيك غدا وندير في الجبانيه وندير في الفريغو ان شاء الله. نعاودوا واحده اخرى معاكم. دائما هادو ما تخليوهاش، راه بعض الخطرات راه ما كتبانش. صافي صافي البنات، انا ساليت لها حكيتو كله. ها الكميه اللي عطاني تبارك الله ما شاء الله، الكيلو و700 غرام. دابا غادي نجي نعمرو. اللي بغى يقسمو في البلاستيكات يقسمو، اللي ما بغاش يعمرو في جبانيه وحده بلاستيك غذائي وبقى يحيد داكشي اللي بغى يوميا، ولا داكشي على حسب الرغبه ديالكم نتوما. صافي البنات انا ساليتها وجمعتها في البلاستيك ديالي هكا، ولكن ما غاديش نسد عليها تنخرج هذه الجبانيه ما هزاتهاليش، تنخرج ونجيب وحده كبيره وغنسدو عليها مزيان. نديرو لها بحال هكا، نقلب لكم، نديرو لها بحال هكا، نخويو داك الهواء هكا، نصوبها لها هكا بحال هكا
ما نخليوش فيها داك، ندك عليها ممكن تسد ليا ممكن ما نعرف هكا صافي. وغنجيبو هادي نخشيوها هنا باش ما يدخلناش اصلا، غتكون في المجمد ما عندها ما يوقع ليها هكا. انا هكا فكره جاتني فكره وقلت لي ما علاش ما نشاركش معكم، ربما تعجبكم. صافي غادي تسد، ها هي سدات، ها هي هلاك البنات. والله القاسم الى الشغل زعما اش نقول لكم، هاد الحيله هادي عمليه، ها هي كل يوم تجبدوا من هذاك الشيء غادي يقدكم. المهم ماشي دابا قوه الشغل وقوه هذا وقوه هذا، ما عندناش الوقت باش نجي كل مره نقطعوا المرص ونقوا هذا وهذا وهذا ونحكوا. اللهم هكا ها هي في المجمد ديالنا كل يوم نجبدوا داك الشيء اللي قسم الله. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديالي وهذه الفكره ديالي وهذه الحيله ديالي. و الى عجبكم ما تنساونيش باللايك والاشتراك فضلا والى امرا. والله يعاونكم على رمضان، والله يجعل سيدي ربي قبل منكم رمضان ان شاء الله بالتوبه ديالو والغفران ديالو ان شاء الله. البنات جداد والناس جداد، خوتي وخواتاتي اللي دخلوا باقيين جداد وشافوا القناه ديالي ما ينساونيش باللايك والاشتراك، ومرحبا بكم عندي، ومرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام. وشكرا لكم على التعاليق اللي كتعطيوني وكنفرح، الله يجزيكم بخير. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. والى اللقاء الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا لكم.